التربية تسمح بانتقال طلبة المدارس الأكاديمية إلى المهنية. أعلنت وزارة التربية السماح لطلبة المدارس الأكاديمية الانتقال إلى المهنية على وفق الضوابط المحددة. وذكر بيان للوزارة أنه تقرر السماح لطلبة الصف الخامس والسادس للفرعين الأدبي والعلمي الانتقال من المدارس الأكاديمية إلى المدارس المهنية للعام الدراسي 2024-2025 على وفق ضوابط وتعليمات حددتها المديرية العامة للتعليم المهني، التي نصت على قبول الطالب الراسب سنة واحدة في نفس الصف الدوام سنة ثانية في المدارس المهنية الصباحية على أن يكون من مواليد المسموح بها للدوام مع أقرانه بالمرحلة الدراسية الصباحية، فيما يقبل الطالب الراسب سنتين متتاليتين في الدراسة الأكاديمية الدوام بالدراسة المسائية المهنية، ولا يسمح للإناث بعدم وجود مدارس مسائية مخصصة لهن. وأضاف البيان كما يحق لطلبة الفرع العلمي من كلا الجنسين التقديم إلى فرع الصناعي وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات باستثناء اختصاص الأجهزة الطبية وتكرير النفط ومعالجة الغاز، أما طلبة الخامس والسادس أدبي من الذكور فيسمح لهم التقديم للفرع التجاري، إضافة إلى السماح للإناث التقديم على نفس الفرع وفرع الفنون التطبيقية للفرع الأدبي. أراضي سكنية للتربويين في المناطق المطورة والمخدومة. كشفت نقابة المعلمين عن وجود مقترح لتخصيص أراضي سكنية للتربويين في المناطق المطورة والمخدومة. المتحدث الرسمي باسم النقابة أحمد الشويلي قال للصباح أن النقابة أعلنت مطالبها خلال اجتماع المجلس المركزي الذي عقد أمس الأول، وتضمن تعديل سلم الرواتب الخاص بالمعلمين والمدرسين من أجل النهوض بواقعهم المادي والتقليل من الاعتماد على التدريس الخصوصي ومعاهد التدريس الأهلية لاستحصال دخل إضافي. أضاف أن هناك مبادرة بالتنسيق مع المحافظات لمنح التربويين أراضي سكنية مجانية وقروض ميسرة لتمكنهم من بناء وحدة سكنية، مبينا أن بعض المحافظين متعاونين مع رؤساء النقابة والبعض الآخر لا يقدم دعم للملاك التربوي بهذا الشأن. لذا تسعى النقابة لفتح آفاق تعاون مشترك من أجل منح الملاكات التربوية حقوقها. وأشار إلى وجود مقترح لتخصيص قطع أراضي للتربويين في المناطق المطورة أو المخدومة، وستكون هناك مخاطبات لوزارة المالية من أجل تخصيصها للتربويين مقابل مبالغ مالية. التعليم العالي تصدر إعماما بشأن احتساب الشهادات العليا لموظفيها،